مرحبا بكم عندنا. معكم سناء عربي، مصممة أزياء مقيمة بروكسل. الأجواء اللي كانت عندنا في بلجيكا، الحمد لله هنا في بلجيكا ما كنحسوش بالغربة بزاف، يعني كيكون رمضان بحال رحنا في المغرب، سقطوا مع الأحباب مع الأصدقاء، يعني كندوزوا واحد اللمة زوينة مع بعضياتنا، ما كنحسوش كاع بالغربة نهائيا. واخا هو في المغرب حسن، ولكن حتى هنايا حتى هنا كاينه طقوس زوينه. وهاد الطقوس انتم الناس اللي جايين من الدار البيضاء، واش مختلفه على الجهات الاخرى تاع المغرب ولا كيف كيف ولا؟ لا كيف كيف. هو اللي كيميز الطويله تاع الدار البيضاء كيما نقولوا. غير حنا دابا عندنا في الدار البيضاء ما كنبداوش بالحرير هي الاولى، حنا كنحطوا كل شيء فوق الطبله، واللي بغى شي حاجه كياكلها. هنا مع كاين اغلبيه ديال الناظور وعائله راشد تما من الناظور وداك الشيء، يعني ديما كيبداو بلا صوب الحريره هي الاولى، كنبداو بها هي والتسمار والشباكيه وداك الشيء والمقرف وداك الشيء. ابقي عاده كنحطوا الوجبه الثانيه اللي كنشربوها مع القهوه ومع اتاي. لالا سنة بدا كنشكرك على هذا الفطور الرائع انت وصاحب الحفيظ الزوج ديالك. قول لنا واش كتلقاي شي بشحال مع انت هنا عايشه في الديار البلجيكيه، واش كاين شي فرق لاحظتي شي فرق بين الفطور يعني رمضان في الديار البلجيكيه وفي المغرب، وشحال اخر مره وفوقاش اخر مره صمتي في المغرب؟ هو انا تقريبا من جيت دابا هنايا 13 سنه دابا، ما عمرنا ما دوزنا رمضان في المغرب الا ذاك العام اللي فات كنت دوزت رمضان في المغرب. هو ما كاينش الفرق بزاف، الفرق فين كاين من ولاد دابا المغرب كتودر مع العشرة تما فين كاين شويه، ما كاينش الوقت بزاف، غير المده اللي طويله، يعني يلا كنفطروا كنمشيو نعسوا، ما كاينش ماشي بحال في المغرب كتفطر مع السبعة ونص كتخرج تلاقى مع الاصدقاء مع الاحباب تمشي للجامع تجي كيكون فيك الجوع كتاكل. هنا ما كتقدرش ديجا الماكله ما كتقدرش تاكل، يعني غير داك الفطور كتفطروا ابخي صافي كتمشي تنعس الصباح عاوتاني الخدمه وغدا هي هذيك. هذا هو البروبليم اللي كنشوفوه دابا حاليا اللي كاين. وعلى ما نظن الفرق عاود كذلك، وهو انه الريتم ماشي مبدل شويه، يعني هنا كنحسوا بلي مع ديال بلجيكيا الناس كلشي خدامايتو، ما كاينش الفرق بحال الصيام بحال ماشي بحال المغرب. مثلا واحد كيخدم في الصباح ما يجي حتى العشيه، ماشي بحال في المغرب كاين التوقيت ديال رمضان كيخرج شويه بكري وفي هذه الناحيه عاوتاني حتى هو كاين الفرق. وسي نورمال ما غاديش يكون بحال هنا، بحال هي هذيك راه بلادنا وبلاد مسلمه وعندنا لا وبيناتنا فين كتفضلي؟ فين كتفضلي؟ انا كنفضلو في المغرب. حميده هذا المشهد. انا في الحقيقه كنفضل رمضان في المغرب، كل ما كانش ليكول عند الدراري زعما كنا جو بريفير ندوزو في المغرب. المغرب ما كتحش كاع. من بين الحضور لاحظنا الاخ من بلد عربي، عرفنا بنفسك. سلام عراقي. سلام باسم. نعم سي سلام، الطقوس الرمضانيه في العراق كيف عامله؟ والله بحال المغرب، يعني الدول العربيه كلها فيها طقوس مشتركه، يعني بعض اعطينا غير الخاصيه ديال العراقيين في رمضان. الخاصيه ممكن اختلاف بعض الاكلات يعني بالعراق مختلفه عن المغرب، لكن هي نفس العادات ونفس التقاليد اللي موجوده بالمغرب كل البلدان العربيه، ممكن اختلاف بالاكلات يعني. واليوم حضرت معنا وشرفتنا بالحضور ديالكم هنا، كي جاتك الطبله المستديره الرمضانيه؟ والله بصراحه يعني ما شاء الله عليهم، الاكل جدا بالمغرب نقول بنين الاكل بنين بصراحه، وما حسيت اكو فرق يعني بين الثقافه المغربيه والثقافه العراقيه، في امور مشتركه يعني. وطبعا نشكر المصممه سناء، هي اللي عملت هاي يعني. ولا بد، الشكر الجزيل لسناء وسعد الحفيظ اللي استقبلونا ودارونا هذه الطبله الرمضانيه الرائعه. دي موا بور توا او نيفو كولينير يا ان شونجمون، سا فيدير اوجودي نيفو او نيفو دو كوزين لي بلا سون ديفيرون بار رابور اوزوت جور كي مامون بريبار؟ Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus que maman prépare pendant la Ramadan? Les brioches. Les brioches. Les brioches ou quoi? Je sais pas, je fais que manger. C'est bon, madame. Oui. C'est très bien. C'est très bien. آخر كلمة لنا. كلمة هو كنقول رمضان مبارك سعيد للمغاربة رمضان الكريم الجالية المغربية وجميع الدول العربية، وسيرتو في هذه الأيام الأخيرة العواشر الأخيرة ديال رمضان، يعني بمناسبة غنقولو حتى عيد مبارك سعيد، لحقاش العيد على الأبواب، وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا لك سيدي عبد الحفيظ.